بمشاركة واسعة من مطارنة وآباء كهنة ومسؤولين رسميين، أقيمت في الكنيسة الإنجيلية اللوثرية بعمان خدمة شكر بمناسبة تعيين المطران سن إبراهيم عازر مطرانا للكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة. تفاصيل أوفى في التقرير التالي. أقيمت في كنيسة الفاد الإنجيلية اللوثرية بعمان خدمة شكر احتفالاً بتنصيب المطران سني إبراهيم عازر مطراناً للكنيسة الإنجيلية اللوثرية بالأردن والأراضي المقدسة. حضرها رؤساء وممثلو الكنائس الرسولية وعدد من الشخصيات النيابية والدينية المسيحية والإسلامية ومسؤولو جمعيات ومؤسسات دينية وخيرية وحشد من المؤمنين وأبناء الرعية. وفي كلمة ترحيبية للقس سامر عازر راعي الكنيسة شكر فيها جميع الحاضرين على مشاركتهم هذه الخدمة المباركة لتعيين المطران عازر مطرانا للكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة. أهلا وسهلا بكم معنا في هذه الخدمة المباركة والمقدسة، أحييكم وأرحب بكم في خدمة الشكر الخاصة هذه التي نقيمها اليوم من أجل سيادة مطراننا الجديد للكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة سني إبراهيم شارلي عازر، والتي تتزامن مع خدمة الأحد الثاني في فصل الظهور الإلهي، حيث تقول آية الأسبوع: لأن الناموس بموسى أعطي وأما النعمة والحق فبيسوع المسيح صارا. ونشكركم جميعاً لمجيئكم للاحتفال معنا بعرسنا الكنسي هذا، ولشكرنا لله على خدمة الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة على ما يزيد على 170 عاماً في العمل الرعوي والتعليمي والتربوي والاجتماعي والتنموي والبيئي والصحي أيضاً. وفي ختام الصلاة ألقى المطران سني عازر كلمة أعرب فيها عن عميق امتنانه لهذا الاستقبال الحافل، معبراً عن أطيب مشاعر الفرح والسرور بلقاء هذا الحشد من أساقفة وآباء كهنة وجمع من المدعوين. إننا سعداء بالجو المسكون الذي نراه اليوم بيننا، نريد أن تكون كنيستنا كنيسة لوثرية مسكونية مرتبطة مع كافة الكنائس برباط المحبة ورباط الأخوة. كنيستنا تريد أيضاً أن تكون مع الديانات الأخرى، ديانات الإسلامية مرتبطة، فإذا هناك لا فرق بين مسيحي ومسلم، لا فرق بين غني وفقير، لا فرق بين قوي وضعيف، فنحن جميعا أبناء رب يحبنا ويطلب منا أن نكون واحد في نظر الآخرين. إننا أشكركم، أشكر الإدارة الأردنية، أشكر الوزارات على تسهيلات المرور اليوم إلى مكاننا هذا. لقد كان معيناً أن يكون لقاء مع جلالة الملك عبد الله في هذا اليوم. لأسباب روتينية تأجل الاجتماع لأسبوعين قادمين. نتطلع لهذه الزيارة لدى جلالة الملك المعظم، إذ أن كنيستنا نالت اعترافها من الأردن، وعلينا دوماً أن نكون عند جلالة الملك في أول زيارة نقوم بها. نصلي إلى الرب أن يبارك فلسطين، يبارك الأردن، يبارك عملنا، ويبارك أيضاً كل من يطلب اسمه.
آمين. هي أول زيارة إلي بعد تنصيب مطران بالكنيسة الإنجيلية اللوثرية. كان يوم الجمعة احتفال كتير كبير بالقدس اللي شارك فيه جميع الطوائف، جميع الكنائس اللوثرية الإنجيلية الأرثوذكسية والكاثوليكية، وكان شعور بالوحدة المسيحية مع بعض في البلد القديمة وعنوان للتقارب. بسعدني كتير وجودي في الأردن في عمان اليوم في الكنيسة اللوثرية، وأرى التجمع المسيحي والإسلامي بهذا المكان اللي بيدل على التآخي وبيدل على التقارب والمحبة المتبادلة. وفي نهاية الخدمة أقيم حفل استقبال في قاعة الكنيسة على شرف المطران الجديد، حيث قدمت التهاني للمطران عازر مع التمنيات له بخدمة مباركة مكللة بوافر النعم السماوية.